أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بمراجعة الاختبار النهائي لمادة اكتساب اللغة ومنهاج من الألف إلى الياء، فأهلا وسهلا بكم طلابي وأحبائي. سنقوم عزيزي الطالب في البداية بمراجعة درس الفيل المغرور. سأقوم بقراءة الدرس. كان الفيل الصغير معجبا بنفسه وقد قال يوما لصديقه الجمل: أنا أقوى منك، فأنت لا تملك خرطوما كخرطوم الطويل الجميل. قال الجمل: لا داعي إلى التفاخر، فكل مخلوق له مزاياه التي تمنحه قيمته. قال الفيل: تحدث كما تشاء ولكني سأظل أقوى منك. قال الجمل: هل تستطيع أن تسير في الصحراء يوما كاملا؟ قال الفيل: أتتحداني؟ أنا الفيل المشهور بقوته. واتفق الفيل والجمل على أن يسيرا في الصحراء يوما كاملا، فحمل الفيل على ظهره جرة ماء وأعشابا كثيرة خضراء، أما الجمل فلم يحمل أي زاد، وسارا في الصحراء. وبعد ساعة أحس الفيل بالعطش والجوع، فأكل كل ما كان يحمله من عشب وشرب الماء ورمى الجرة فارغة، أما الجمل فلم يأكل أو يشرب واستأنف الاثنان سيرهما في الصحراء. بعد قراءة النص عزيزي الطالب سأقوم بطرح العديد من الأسئلة. لماذا كان الفيل الصغير معجبا بنفسه؟ لو كنت مكان هذا الفيل فهل ستقبل هذا التحدي؟ عبارة: منذ تلك اللحظة تخلى الفيل عن غروره. تخبرنا أن الفيل ظل مغرورا، الجمل أصبح مغرورا، الجمل نجح في إقناع الفيل برأيه. نسمي ما فعله الجمل مع الفيل عندما سقط على الأرض وقد أغمي عليه معروفا، توسلا، معاناة. كلمة زاد في الواردة في النص، أما الجمل فلم يحمل أي زاد، معناها الطعام، السلاح، الإيداء. بعد ذلك عزيزي الطالب عليك أن تختار من المستطيل المقابل ضد كل كلمة تحتها خط، ضد كلمة الجوع، ضد كلمة اتفق، ضد كلمة انتهى. وفي النهاية عليك أن ترتب الأحداث من 1 إلى 5 وفق تسلسلها في النص. وأيضا عزيزي الطالب سنقوم بمراجعة الدرس بعنوان كيف يعمل التلفزيون، والإجابة على العديد من الأسئلة التي سيتم طرحها داخل الغرفة الصفية للإجابة عليها. وبعد ذلك سنقوم بمراجعة جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم لابد لنا بالبداية أن نبين أنه هو ما دل على 3 فأكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. وبعد ذلك سنقوم بالإجابة عن العديد من التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات، والتي تشمل القاعدة النحوية جمع المذكر السالم. سوف نقوم عزيزي الطالب أيضا بمراجعة اللام الشمسية واللام القمرية واستخراجها من النصوص الواردة في كتاب من الألف إلى الياء، كنص الفيل المغرور ونص من كيف يعمل التلفزيون. ولا تنسى عزيزي الطالب أننا نستطيع أن نميز بين اللام الشمسية واللام القمرية في الكلمات التي تحتوي على شدة، فهي بعد اللام هي لام شمسية، أما الكلمة التي لا تحتوي على شدة بعد اللام هي لام قمرية. بعد ذلك سنقوم بمراجعة أسلوب الاستفهام وأدوات الاستفهام التي أستخدمها: أين، ماذا، هل، كيف، متى، من، ما، كم. وسنقوم عزيزي الطالب بطرح العديد من الجمل وتحويل هذه الجملة إلى سؤال حسب سياق معنى الجملة. فقد تكون الجملة دالة على المكان، وبالتالي سنحولها إلى سؤال فنستخدم أين للدلالة على المكان. أما إذا كانت الجملة تدل على زمان فسوف نستخدم أداة الاستفهام متى للدلالة على الزمان، كم للدلالة على العدد. بالتالي عزيزي الطالب الذي يحكمنا هو معنى وسياق الجملة.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من مراجعة الاختبار النهائي، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في الامتحان، ولا تنسى عزيزي الطالب دراسة المادة الدراسية والرجوع إلى المادة الدراسية التي تم إرسالها إليك عبر الإيميل ومنصة التحضير الإلكتروني.